السلام عليكم، تعالوا مع بعض نعمل الجمال ده. هنعمل النهاردة رز معمر بالسجق. ايوه بالسجق، متعودين نعمله بالفراخ وعملناه سوا هنا، بس طريقتي مختلفة شوية، وهعمله لكم باللحمة برضو، والنهاردة هنعمله بالسجق. رز معمر حكاية، هتعتمدوا السجق وهتعملوه على طول جنب اللحمة والفراخ. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة انا عندي سجق، يا سلام بقى تتبيلته حلوه قوي، مهم قوي ان تتبيله السجق تبقى حلوه، فانا عندي جزار مصري بيظبطهولي جدا. عشان نقطع السجق حلقات صغيره عملناه قبل كده وشرحته لكم، اللي شاف فيديوهات السجق بتاعتي عامله لكم اكتر من 4 فيديوهات للسجق. لازم نحطه في الفريزر شويه او ما نسيبوش يفك 100%، يبقى مثلا فاكر 50%، هتاخدوا تقطيعه مظبوطه جدا، مش هيفرفط منكم خالص. عشان في ناس بتروح تطبخه الاول او تشوحه الاول وبعدين تقطعه، لا خالص، لو جمدتوه وخليتوه فاكك بس 50% 60%، هيتقطع معاكم حلو جدا زي ما انتم شايفين كده، ما فيهوش اي فتفته، مظبوط جدا. فدي احسن طريقه ليكم ان انتم تقطعوا بيها السجق من غير ما يتفتفت، جربوا. للي ما جربش بقطعه القطع صغيرة، لان انا عايزة السجق يبقى منتشر في كل الصينية بتاعت الرز، فبقطع كميات او قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. قطعت الكمية كلها هحطها على جنب. انا غسلة 2 كوباية من الرز ونقعاهم لمدة ساعة وبعدين مصفياهم اهم. وطاجن رز المعمر او صينية الرز المعمر، يعني سمنة سمنة وبس، مش اي حاجة تانية. عايزين معلقة سمنة كبيرة حلوة، يا سلام بقى لو سمنة بلدي او جي، انا بحب الجي الهندي لان مش دايما بلاقي هنا سمنة بلدي حلوة، الجي الهندي قريبة جدا من السمنة بتاعت جدتنا. الوق سخنة قوي، السمنة تسيح، وممكن ننزل بفص مستكة وممكن لا، دي حاجة ترجع للذوق الشخصي. انا منزلتش المرة دي، بس في العادي بنزل، وانزل بقى بالرز بتاعي. ايوه انا بعمل الرز المعمر بطريقه مختلفه شويه، انا بشوح الرز، التشويحه بتاعه الرز دي بتديني نتيجه حلوه قوي قوي في الفلفله، بتخلي الرز بتاعي مفلفل جدا، ويعني مش محتاج سوى كتير خالص، يعني بتشيلي ريسك انه ما يستويش معايا في الفرن 100%، وفي نفس الوقت بتديني فلفله. جربوا اللي ما جربش الطريقه دي، ونفس النتيجه في الاخر بس، وهي مضمونه وطعمها كمان احلى، تشويحه الرز بتدي طعم الرز حلو قوي. فانا كده حطيت السمنه اللي كنا هنحطها في الصينيه او الطاجن دلوقتي في مرحله التشويح، مش هنحط دهون تاني خالص. طيب امتى اعرف ان انا وصلت لدرجه التشويح الممتازه اللي هتجيب معايا من الاخر وتخلي الرز مفلفل؟ اول ما الرز يبتدي يلزق في بعضه كده، بصوا حتى لما باجي اعمل الرز الابيض بعمله بالطريقه دي، اول ما الرز يبتدي يلزق في بعضه بالشكل ده بعرف ان انا خلاص كده جاهزه، والرز بتاعي جاهز ان انا سواء هشربه شوربه او بقى نكمل الخطوات كده. الرز اتشوح كويس جدا، شايفين ازاي الرز بيلزق في بعضه اهو، خلاص انا كده جاهزه ان انا اشيله من على النار، واجيب البايركس بتاعي بقى واحطه فيه يستنى بقيه الحاجات. اهو الطاجن او البايركس اللي هنشتغل فيه، هنزل بالرز واوزعه في البايركس واروح بقى اكمل بقيه الخطوات وهرجع له. انا حاطه اللبن على النار يغلي حوالي 1.25 لتر لبن على 4 كوبايات، علشان انا بحب الرز المعمر طري قوي. تقدروا تقللوا كميه اللبن او وانتوا بتشربوا اغلوا اللبن، وانتوا بتشربوه يا دوبك هنغطي اللبن، فكميه اللبن في ناس بتحبها زياده وفي ناس ما بتحبهاش زياده، فترجع لكم. انا بالظبط مستخدمه 1.25 لتر وفنجان كريمه، هوريكم بعمل ايه. بس سايبين اللبن على النار بقى في نفس الطاسة اللي شوحت فيها الرز، مش هحط بقى مادة دهنية خلاص، احنا حطينا السمنة بتاعت الطاجن او الصينية كلها. هنزل بالسجق اللي انا قطعته، السجق بيبقى موجود فيه اصلا دهون، فانا بعتمد على الدهون اللي في السجق وعلى السمنة اللي في الصينية. فبنزل بقى بعد ما سخنتها تاني كويس قوي، بنزل بيها في نفس المكان بالسجق بتاعي،
واسيبه بقى هو ينزل الدهون بتاعته ويتشوح. انا عايزاه يتشوح او يستوي، يعني نقدر نقول 80-70% كده. هيكمل سواه مع الرز في الفرن، اهو بيبتدي ينزل الدهون بتاعته واحدة واحدة. انا مش محتاجة توابل لان تتبيلة السجق بتاعتي حلوة، وكل سجق ليه تتبيلة كده. انتوا اتفقوا بقى مع الجزار على التتبيلة اللي انتوا حابينها. هجيب بصلة، يعني بصلة مفرومة متقطعة براحتكو، بس البصل بيبقى ليه سر رهيب 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 في اي طاجن او صينية رز معمر. احنا كده السجق استوى شوية، فنزلت بالبصلة وشوح البصلة. سوى البصلة بيفرق برضو في طعم صينية الرز المعمر. انا عايزة البصلة تبقى شفافة، هنزل بس بشوية ملح بتوابل، يعني انا عندي ملح كده مع شوية توابل هنزل بيهم. عايزين بقى تضيفوا اي حاجة تانية اوكي، بس بلاش اي توابل هتدي لون للطاجن، يعني احنا عايزين نحافظ على رز ابيض زي ما هو. عايزين تضيفوا اي حاجة تضيفوها بس ما يبقاش ليها لون. انا هضيف نكهة اللحم او مرق لحم باودر، دي بتديني طعم حلو قوي. انا بستخدم نوع بحبه جدا وكويس. خلاص تقدروا تحطوا مرق دجاج، ما تقدروا تحطوا مرق لحم، براحتكم. ما تحطوش خالص وتحطوا توابل، المهم ما يبقاش فيها لون. والتتبيل عندي بتاع السجق كافي، فما حطيناش توابل اهو. يلا بقى نشيل السجق نوديه نحطه على الرز. الرز بتاعي مستنيني اهو، هنزل بقى بالسجق بالبصله بتاعتي وهقلبهم مع بعض عشان يدخل في كل حته في الصينيه. هنخلي كل حته رز عشان لما نيجي نغرف يبقى كل حته رز طالعه معاها سجقيه. مش قادره اقول لكم الطعم هيعجبكم قد ايه للي ما جربش قبل كده رز المعمر بالسجق. اهو خلاص انا كده قلبت كل حتة فيها سجق اهي زي ما انتوا شايفين. هروح بقى اشوف اللبن اللي غلي خلاص، انا كنت حطاه على النار زي ما قلتلكو. هضيف عليه بس قد فنجان كريمة، فنجان قهوة كريمة، وهحط شوية ملح وشوية فلفل اسود على اللبن، بنكه اللبن. وتقدروا لو عايزين تحطوا برضو مكعب المرق في المرحلة دي بدل على السجق براحتكو. ادي الفلفل الاسود وبرضو الكريمة، دي اختيارية ممكن ما تحطهاش خالص. انا بقول لكم طريقتي اللي ما فيش حد ده الرز المعمر وما طلبش منه تاني. خلاص كده تمام، انا مش عايزة الكريمة تغلي، انا حطيت الكريمة بعد لما اللبن غلي. هاخد بقى اللبن واشرب بيه الرز. يلا بينا. مهم قوي ان انا ما سيبش الرز يتلج، يعني ابقى شغالة في الاتنين قريبين من الوقت مع بعض، اللبن بيغلي وانا شغالة عشان ما يبقاش ده برد قوي وتلج. اهو شايفين اللبن سخن ازاي، والرز ما كانش لحق ان هو يبرد قوي او يتلج. السجق كمان دفاه شويه وبقلب وانا بحط اهو، بنغطي يعني تقريبا فوق اللبن بسنتي، وزي ما قلت لكم انا بحبه طري زياده، فدي حاجه ترجع لكم، يعني ممكن تستكفوا ان انتوا تغطوه بنص سنتي مثلا لو انتم مش عايزينه طري قوي. انا بالنسبة لي الكمية دي اللي قلتلكوا عليها وحكتبها لكم معقولة جدا. هجيب بقى قشطة طازة او قشطة معلبة المتاح، انا مش دايما بلاقي الطازة فبجيب قشطة، واحط على الوش كده قطع، مش هكتر، يعني في ناس بتغطي الوش كله بالقشطة، لا انا هحط يدوبك علبة صغيرة هوزعها على كل الصينية. انا بقى برضو ما بفتحش الشوايه الاول، انا بفتح الفرن من تحت الاول اتاكد ان الرز كده شرب في اللبن، وبعدين هقول لكم بقى الخطوه اللي انا بعملها. بصوا انا كده دلوقتي اهو اللبن اتشرب للرز وانا فاتحه الفرن من تحت مش فاتحه من فوق. هطلعها وهحط كريمه على الوش، دي بقى بتخلي الوش حكايه، وبرضو الخطوه دي ترجع لكم. انا وزنت بين القشطة وبينها، هو صينية قنبلة، يعني هو اليوم ده انسوا الكالوريز خالص خالص. اهو هنزل بقى بالكريمة على الوش وبعدين بقى ادخله الفرن وانا فاتحة الشواية. اهو الرز استوى اصلا، فانا هفتح على الشواية او على الفرن كله مع بعضه بالشواية.
بصوا بقى، تعالوا نشوف بعد ربع ساعة المنظر عامل ازاي. مستعدين؟ بصوا بقى الجمال، حكاية مش قادرة اقولكوا، الطعم والريحة حكاية، والرز مفلفل وطري، وبصوا كده هتنسفوها، واللي هيدوقها من عندكم مش هينساها بجد. حكاية بيطلب مني مخصوص اي حاجة بعملها برز المعمر، فراخ، لحمة، والسجق. جربوه اللي ما جربش السجق قبل كده، وجربوا طريقتي في التشويح والتركات المختلفة، وتابعوني هنعمل مع بعض حاجات حلوة جاية. هحط لكم الرز المعمر بالفراخ اللي عملناه، وهنعمل برضو اللحمة سوا ان شاء الله. متنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتفرجوا على كل البلاي ليست اللي احنا عاملينها. باي باي.